تحقق أفلام هوليوود أرباح هائلة لتحقق أحلام النجوم بالثراء. إليكم في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير نجوم هوليوود الأكثر ثراء. يعتبر الممثل البالغ من العمر 56 سنة كيانو ريفز من أغنى نجوم السينما في العالم، ورغم أن ثروته تقدر بحوالي 360 مليون دولار في عام 2021 إلا أنه يعتبر من الأغنياء الأكثر تواضعاً، حيث يحب العيش والسير وسط الناس بدلاً من امتلاك السيارات الفاخرة. ويمتلك النجم توم كروز البالغ من العمر 58 سنة ثروة تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون دولار، وحصل على العديد من الجوائز الفخرية بما في ذلك 3 جوائز جولدن جلوب و 3 جوائز أكاديمية. جورج كلوني أحد مشاهير هوليوود على مر السنين ومن أغنى الممثلين في جميع أنحاء العالم، ويمتلك كلوني ثروة صافية تبلغ حوالي 500 مليون دولار. واستطاع الممثل الكوميدي آدم ساندلر جمع أكثر من 2 مليار دولار في شباك تذاكر السينما، ويعتبر أحد النجوم متعددي المواهب الفنية في الموسيقى وكتابة السيناريو والإنتاج والتمثيل. وتقدر صافي ثروته في عام 2021 ب 420 مليون دولار. غالباً ما يشار لشاروخان على أنه قلب صناعة بوليود، وهو من بين أغنى الممثلين في الهند والعالم أيضاً، وبلغ ثروته في عام 2021 حوالي 690 مليون دولار، ومعروف عنه إنفاق أمواله في المشاريع الخيرية. جيروم ألين سينفيلد هو ممثل كوميدي وكاتب ومنتج تلفزيوني لجانب كونه ممثل في هوليوود، وتقدر صافي ثروته حوالي 950 مليون دولار. يعتبر توم هانكس أحد نجوم هوليوود ولإله العديد من الأفلام الناجحة المتنوعة بين الدراما والكوميديا، وتقدر صافي ثروته ب 350 مليون دولار. يبلغ النجم روبرت دينيرو من العمر 77 سنة، ولكنه لا يزال يحتفظ بسحره على الشاشة الكبيرة، ويعتبر من أغنى الممثلين في جميع أنحاء العالم لعام 2021، ويبلغ صافي ثروته بحوالي 500 مليون دولار.